تركوه ميتا بعد أن أزيل داره. هذه قصة الفقيد علي الذي تعرض لسكتة قلبية مفاجئة بعد قدوم قوة أمنية لرفع منزله المتجاوز. أثارت الواقعة موجة من الغضب والاستياء بين أهالي المنطقة، والقصة على لسان ذويه. هذا والله هذا بيتنا، وهذا المدخل مال البيت، هذا راسا جاب الشفل وفلشه. أخوي جاي يركض، كنا احنا أخوي مأجر بغير بيت، وجا نبي هو بأرضية ما بي تعبان لا كاشي لا أسباب، والماء يطلع لنا من جوا، فأجرنا ندير الأمور بي، فما حس إلا الشفل قبل طيح الوشية مالت الباب، رأسا صار عند هبوط وطاح من طاح طقت جلطة أو مات بساعته، هو مات بساعته، إنهم خلوه شردوا، أنتم ليش شردتوا؟ في مجلس العزاء الأجواء كانت مليئة بالحزن والغضب. العائلة المكلومة لم تتمكن من حبس دموعها وهي تتحدث عن الصدمة التي تعرضوا لها، وكيف إن الفقيد كان يسعى جاهدا لتأمين مسكن لأفراد عائلته الخمسة، ولم يتوقع أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية. هو الرجال منتسب بالداخلية، فتعرفه بالداخلية وعند عائلة ما يلحق على روحه، فخذ قرض من الدولة، البيت راد يرممه لأنه هو صاحب خطار وصاحب ملقى وصاحب عزوبي. قلنا رتب بيتك، ما يصير أنت بيتك تعبان وكذا، نقل غراض البيت أخوي وظل يرمم به، يجيب لك كاشيات مدري شنو، ما أنطونا إنذار، كتبوا على البيت ثاني من الصبح قاعدون، قالوا شرطة وجيش وشفل. طلعت لهم، طلعت لقيت ضابط وجماعة من البلدية، قلت سيد أنا حاجيك منتسب بالداخلية، هو منتسب أخوي، قال لا عندنا امر تفتيش البيت. هم من اجوا وجابوا الكرين وهدم البيت. طبعا هو الرجل اي واحد اليوم بيته وطنه، من شافه يهدم قدام عينه هو رجال لا حول ولا قوه، اي انسان يصير عنده هبطه، اي انسان يعني يفقد بهاي القضيه. فالسيارات شافها واقفه والكرين واقف يعني اجي الكرين فلش، شاف بعينه ما تحمل الوضع. وتبقى هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحذر وشفافية في إدارة الأزمات التي تمس الفئات الهشة في المجتمع. من البصرة، مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.